ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. إخوة الإيمان وطلاب العلم، من استديوهاتنا بجامعة مشكاة بمدينة هيوستن بولاية تكساس، أرحب بكم أجمل الترحيب، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. يسرنا أن نستضيف في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور صلاح الصاوي، رئيس الجامعة الإسلامية بأمريكا الشمالية مشكاة، والأمين العام لمجمع فقهاء الشريعة. أهلاً وسهلاً فضيلة. أهلاً وسهلاً، مرحباً. فضيلة الدكتور، وردنا العديد من الأسئلة من الإخوة المقيمين في الغرب وتحديداً في الولايات المتحدة عن بعض أحكام الزكاة، منها من كانوا يملكون منهم رجال أعمال أو كانوا يعملون في الأعمال الحرة ويدفعون كذلك ضرائبهم داخل هذه الدول، كيف يحسبون زكاتهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، يعني عندما يتحدث أهل العلم عن زكاة عروض التجارة، إنما يشملون زكاة رجال الأعمال. وتوجد قاعدة لطيفة ذكرها بعض أهل العلم وتمثل معيارا دقيقا منضبطا لا يحتاج معه الباحث في هذا المجال إلى كثير تفصيل. تلك العبارة منسوبة إلى ميمون ابن مهران، كان يقول: إذا حلت زكاة مالك فانظر إلى ما عندك من نقد، ثم ما كان من عرض فقونه قيمة النقد، ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسب، ثم اطرح ما عليك من دين، ثم زكي ما بك. فتلك هي الخطوات الخمس التي يحتاجها من يريد أن يحسب زكاة ماله من رجال الأعمال. مولانا، النقد معروف للجمهور، ولكن هل نستطيع أن نفصل ما هو المقصود بالعرض وما هو خلينا نقول، لو أننا بدأنا وقلنا ما المقصود بعروض التجارة، أولا كلمة عروض جمع عرض، والعرض هنا يقصد به ما سوى النقدين، يعني جميع البضائع ما عدا الفلوس، جميع السلع والبضائع أي تصلح أن تكون محل للاستثمار ما عدا النقود، هذه اسمها عرض. فإن فتحت الراء وسميتها عرضا تشمل كل شيء، فتشمل النقود وتشمل جميع السلع والبضائع. دعم تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، فكلمة عرض الدنيا تشمل كل ما على الأرض من متاع وزينة، سواء كان هذا في مجال النقود أو في مجال السلع أو في مجال يعني ما يتموله الناس ويتملكونه بصفة عامة. يبقى نرجع مرة ثانية إلى عبارة ميمون ابن مهران رضي الله عنه عندما قال: إذا حلت زكاة مالك فانظر إلى ما عندك من نقد، الكاش الموجود عندك، انظر إلى حساباتك كم فيها كاش موجود، ثم ما كان من عرض، يقصد به ما عندك من سلع، التجار عندهم سلع في مخازنهم سلع، نعم، فهذه السلع يقومها قيمة النقد، يعني يقومها بقيمتها الحاضرة، بقيمتها في اللحظة الراهنة، لا ننظر بكم اشترى ولا ننظر بكم سيبيع، لأن الثمن الذي اشترى به ربما تكون السلعة قد زادت أو نقصت، والبيع غيب عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله، فننظر إلى قيمتها في اللحظة الراهنة. وبعدين قيمتها عندما يريد أن يشتريها الآن جملة، إذا أراد أن يشتريها الآن جملة بكم يشتريها، فهذه القيمة الفعلية
التي تضاف إلى رأس المال الزكاة. يبقى نظرنا إلى الكاش وحولنا السلع الموجودة إلى كاش، ثم إلى ما كان من دين في ملاءة. فحسك إيه موضوع قضية البلاءة هذه؟ يعني أن يكون الدين على غني، أن يكون الدين مرجو الأداء، أن يكون المدين مليئا قادرا على الوفاء. لأنه إذا كان المدين معسرا فهذا الدين ميت، ليس مرجو الأداء، فلا يزكى. سوف نأتي إليها. نعم. لكن الذي نتحدث عنه الآن، الذي سوف نضيفه إلى المال الزكوي، إنما هو الدين مرجو الأداء. ويكون الدين مرجو الأداء إذا كان على مقر موسر، فإن كان على منكر أو على معسر فهذا ليس دينا مرجو الأداء، هذا دين ميت. كيف يزكى مثل هذا الدين؟ لا تلزمك زكاته إلا إذا قبضته بالفعل. إذا تحول، إذا الله يحيي العظام وهي رميم، إذا بعث الله فيه الحياة وتحول إلى مال في يده تلزمك زكاته. لكن لا تلزمك زكاته عن كل ما مضى من السنوات، إنما تلزمك زكاته عن سنة واحدة ولو بقي عند المدين 20 سنة. بل ذهب المجمع الفقهي إلى ما هو أبعد من هذا فقال لا تلزمك زكاته عن السنوات الماضية بالكلية، بل تستأنف به حولا جديدا وعملا. يبقى هذه الخطوة الثالثة. يبقى خلينا نقول من البداية لكي نذكر إخواننا أن تنظر إلى ما عندك من نقد، ثم ما كان من عرض أي من سلع فقومه قيمة النقد، ثم ما كان من دين في ملاءة فاحسب، ثم اطرح ما عليك من دين. صحيح، أي تاجر له ديون وعليه ديون، فكما حسب الديون التي له في رأس المال الزكوي يطرح الديون التي عليه، عليه كذلك، لأن الله طلبه بأن يزكي أمواله. خذ من أموالهم، إن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، ولا يكون الرجل غنيا بمال مودع عنده ليس مالا له. ف يعني إنما يزكي الشخص ماله الذي يتملكه وله حق التصرف فيه. ما كان عليك من دين فاطرح ثم زك ما بقي. والباقي كم؟ يعني ما مقدار الزكاة؟ مقدار الزكاة ربع العشر، 2.5 في إلا. يبقى نوجز القول مرة أخرى، إذا حلت زكاة مالك انظر إلى ما عندك من نقد، ثم ما كان من عرض أي من سلع فقومه قيمة النقد، ثم ما كان من دين في ملاءة أي إذا كان على موسر غني فاحسب، ثم اطرح ما عليك من دين ثم زكي ما بقي. هذه القاعدة الذهبية في زكاة الأعمال الاستثمارية. مولانا، وردنا كذلك سؤال من أحد الإخوة ويسأل فيه عن حكم زكاة المال الحرام، هل يجوز لنا أن نزكي المال الحرام؟ مثلا شخص عنده بقالة أو سوبر ماركت في الغرب ويبيع الخمور أو يبيع أي من المحرمات، لوتري أو كذا، فهل يجوز له أن يزكي هذا المال؟ خلينا نقول اطلاقا من القاعدة التي ذكرناها فيما مضى، الناس يزكون أموالهم، والمال الحرام ليس مملوكا لحائزه، فإنه قد تفترق الحيازة عن الملكية، فقد يكون الرجل حائزا للمال وليس مالكا له، وقد يكون مالكا للمال وليس حائزا له، كالمال المغصوب والمسروق والمنهوب. نعم، نريد أمثلة على ذلك حتى أحسنت. خلينا نقول الشخص قد يكون مالكا للمال وحائزا له. أنا فلوسي جوه جيبي، فأنا مالك لهذا المبلغ وحائز له داخل جيبي، لكن قد أكون مالكا للمال ولست حائزا له كما لو أقرضته لشخص، فأنا لست حائزا له، أو أن المال قد سرق مني فأنا صاحب المال لكن الحيازة مع اللص الذي يحوز المال الآن هو اللص، أو المال المغصوب أو المال المنهوب. فهذه الأموال يملكها شخص لكن يحوزها آخرون، يحوزها الغاصبون
ويحوزها الناهبون لأنها في أيديهم، فهي وهي في أيديهم لكنهم لا يملكونها. فالقصد من إيراد هذه المقدمة أن الشريعة لم تجعل العقود الفاسدة، لم تجعلها أسبابا للتملك، بيع المحرمات لم تجعله سبيلا لتملك الربح، السبقة لم تجعلها سبيلا لتملك المال المسروق، الغصب لم تجعله سبيلا لتملك المال المغصوب. فصاحب المال الحرام حائز له لكنه ليس مالكا له شرعا، وبالتالي لا تلزمه زكاته لأنه ليس مالا له، لكن ماذا يفعل فيه؟ يتخلص منه بالكلية، التخلص من المال الحرام بالكلية. وعندما يتخلص منه فهنا ننظر، إن كان للمال صاحب معين معروف فلا تبرأ الذمة إلا برده إليه. المال المسروق المغصوب المنهوب لابد أن يرده إلى صاحبه، لا تبرأ ذمته إلا بهذا. فبتقول لي واحد كان لصق طعام يركب الحافلات ويسرق، وعندما تاب بعد 20 سنة من أين يأتي بأصحاب الأموال على مدى هذه السنوات المتطاولة؟ طبعا لا سبيل إلى ذلك. يبقى نقول له تتخلص من هذا المال الحرام يعني بأن تتصدق به لحساب أصحابه، لم تستطع أن تودعه في حساباتهم الدنيوية فضعه لهم في حساباتهم الأخروية، ويوم القيامة تنصب الموازين ويجمع الله الأولين والآخرين. أن طابت نفس صاحب المال بهذه الصدقة فقد استوفى حقه وبرأت ذمة الشخص التائب. أما إذا لم تطب نفسه فإن ثواب الصدقة يرجع إلى المتصدق، ثم يسلط صاحب المال على حسناته، يستوفي من حسناته ما شاء إلى أن يستوفي حقه. فالمقدمة التي بدأنا بها أن الأموال الحرام وهي في أيدي أصحابها لا يملكونها، لأن الشريعة لم تجعل هذه أسبابا للملكية، هو حائز لها فقط لكنه ليس مالكا لها. وإذا لم يكن مالكا فلا تلزمه زكاة أموال لا يملكها، إنما يلزمه التخلص من هذا المال الحرام. إن كان له صاحب مالك بعينه يعرفه ويعرف كيف يصل إليه فلا بد أن يرد إليه حقه، لا تبرأ الذمة إلا بذلك. وإن كان لا سبيل إلى الوصول إليه فعندئذ يتصدق به لحساب صاحبه. طب دي الأموال اللي تحرمها بسبب المكاسب نفسها، إن العقد الذي تملكت به المال عقدا فاسدا، لأن في أموال محرمة لذاتها، الخمرة محرمة لذاتها، سرقت اشتريت غصبت نهبت، هي في كل أحوالها مال حرام. الخنزير في كل أحواله في يد المسلم مال حرام، لكن في نقطة مهمة هنا، أن الخنزير في يد الذمي مال معصوم مال محترم، لو اعتدى عليه مسلم فإنه يغرم قيمته. نعم. والذي يقومه يعني أبناء هذه الملة التي استباحوا فيما بينهم هذه المحرمات وحسابهم فيها على الله عز وجل. لكن في أحكام الدنيا لا يستطيع المسلم أن يتلف خمرا بيد ذمي، ولا يستطيع أن يتلف خنزيرا بيد ذمي، لأن الخمر والخنزير بيد الذمي مال متقوم محترم، من اعتدى عليه يضمن قيمته، والذي يحدد هذه القيمة أهل هذه البلد. لكن المال الحرام بيد المسلم كالخمر والخنزير ليس مالا محترما وليس مالا معصوما ولا قيمة له ولا يسأل متلفه، لكن قد يسأل باعتباري قد افتات على الحاكم، أنا ليس لي أن أقفز على زجاجة خمر بيد أحد الناس لكي أكسرها إذا كنا في ظلم دولة، فهذا عمل السلطان، السلطان هو الذي يتولى استيفاء الفرائض من الناس، منع المنكرات من المجتمع المسلم، هذه قضية سلطانية في المقام الأول لكي لا يعد الناس بعضهم على بعض
ويترتب على هذا بعض التقابل وبعض الفتن، وده حدث فعلا في بعض مجتمعاتنا عندما حاول بعض شبابنا ان هم يباغتوا مواقع الفساد عندنا كالخمارات والبارات وغيرها ببعض الـ يعني ببعض التصدي لها، وانشأ هذا من الفتن والتقابل والتهارج، وكان قضية رأي عام، ولم يستوعب المجتمع يومئذ هذا الموقف، وزج بهؤلاء في غيابات السجون وابتليت الدعوة بسبب ذلك. ففي إطار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجد فقه، إذا غاب عنا هذا الفقه فإنه يترتب على الاحتساب من الفساد أضعاف ما يترتب عليه إيه؟ ما يترتب عليه من الصلاح. طيب نرجع تاني، المال الحرام إذا كان حراما لذاته محرما لذاته فهذا لا سبيل إلا التخلص منه. اللي عنده خمرة وتاب إلى الله عز وجل ليس أمامه من سبيل إلا التخلص من هذا المال الحرام، يعني إتلافه، يعني ليس له أن يهديه إلى من يشربون الخمر أو أن يهدي الخنزير إلى من يأكلون الخنزير، ليس له من سبيل إلا التخلص من هذا المال. لكن إذا كان المال الحرام إذا كان تحريمه لفساد في طرق اكتسابه، لأنه مال قد أخذ بالربا، لأنه مال قد أخذ بالسرقة، قد أخذ بالغصب، قد أخذ بالقمار، المال في ذاته ليس حراما. $100 دي التي سرقت شكلها بالضبط زي $100 الأصلية اللي في جيب شخص، ما فيش بالاثنين فرق لا في اللون ولا في الطعم ولا في الرائحة، هذه $100 كال$100 الأخرى تماما. لكن أين الخلل؟ الخلل في طريق الاكتساب، أن هذا طريق الاكتساب كان طريقا مشروعا وهذا كان طريقا محرما. في هذه الحالة لا يمكن أن يقال أننا نسلط على هذا المال بإتلافه كما أتلفت الخمر أحرق $100، لا، هذا سفه. يعني لا يقال ان من يعني كسب $100 من القمار نقول له ولع فيها النار كده، كما اتلفت الخمر باراقتها فاتلف $100 باحراقها، لا يقول بهذا عقل ولا فقه، انما يقال تخلص من هذا المال الحرام بتوجيهه الى مصرف من المصارف العامه، ولا يكون هذا على سبيل الصدقه إنما يكون على سبيل التخلص. لا يصلح صدقة، لأن يعني الله طيب لا يقبل إلا الطيب، هو لن يؤجر على ذلك. لا، لسه جاي هذه. هل يؤجر على هذا؟ فقالوا إنما يؤجر ثواب العفة عن الحرام، تعفف عن مال حرام. هذه النقطة مهمة جدا، لأن هذا المال كم ممكن هو يتموله وكم ممكن ينتفع به، لكنه تعفف عن هذا المال الحرام تشجيعا له يؤجر، فهو يؤجر لأن هذا العمل في ذاته عمل صالح. التعفف عن الحرام في ذاته يعني لا يؤجر أجر المتصدقين، إنما يؤجر أجر المتعففين الذين يتعففوا عن مال الحرام، وبالتالي يؤجر من هذه الناحية وليس من باب الصدق. لكن بقيت مسألة يعني أيضا مهمة، ودي قاعدة يقولها أهل العلم، المال الحرام لا يطيب أكله ولا يلزم رده، ليس في كل الأحوال يلزم رده، في بعض الصور لا يرد فيها إلى صاحبه وإن عرفته. أضرب مثال، لو أن رجلا مغنيا ودعا الناس إلى حفل غناء، كل واحد دفع تذكره وهو داخل، اجتمع عنده $10,000 في النهاية والناس حضروا وتفرجوا على الحفلة وشاهدوا المطرب واستمعوا إليه وانصرفوا، هل إذا تاب هذا المطرب قال له اجمع الزبائن جميعا ورد إليهم ثمن التذاكر؟ لا، لأن الشريعة لا تجمع بين العوض والمعوض، هو أخذ المتعة الحرام فما نرجعلوش فلوس، يعني لا نكافئه على استمتاع الحرام بأن أرجع له كمان فلوسه مرة ثانية، لا يجمع له بين العوض والمعوض. لو أن امرأة الراقصة عملت في الرقص سنوات طويلة، هل يقال لها بعد توبتها ابحثي عن الزبائن اللي زمان اتفرجوا عليك ورجع لهم الفلوس اللي هم دفعوها؟
زمان أخذوا المتع الحرام ومشيوا، وعليهم أن يتوبوا لله جل وعلا مما فعلوا، وهذا المال الذي اجتمع لا يطيب أكله ولا يلزم رده، وإنما تتخلص منه بنفس القاعدة بتوجيهه إلى المصارف العامة، وتثاب على هذا الثواب العفة عن الحرام. هل مثلا مولانا ممكن أن يبني مدرسة على سبيل المثال أو مسجد؟ كل أنواع إن هذا أصبح مالا جديدا لا علاقة له بمصدره الأصل. لكن في مسألة مهمة ربما تثور هنا، أصحاب المال الحرام يعني خاصة إذا كانت كل أموالهم حراما، إذا تخلصوا من كل أموالهم هذا أولا سوف يصبح فتنة لهم، يعني أنا أفضل صايع في الآخر، جائع، ليس عندي ما يسد جوعتي ولا ما يسد رمقي ولا ما يستر عورتي، أتريدون من أجل التوبة أن تجردوني من كل أسباب الحياة؟ سوف يكون فتنة له وتصده عن التوبة وتعوقه عن الطريق. يعني فقالوا يترك له ما يعيش به مثله في غير وكس ولا شطط، يترك له ما يعيش به مثله في غير وكس ولا شطط، تشجيعا لهم على التوبة، لأن الآن أصبح فقيرا، لما انجرد من كل أمواله هذه أصبح فقيرا، فهو أحد هذه المصارف العامة، هو نفسه أصبح مصرف من المصارف العامة. ولهذا كان أهل العلم يقولون الظلم هؤلاء فقراء مساكين، ده عايزين نتصدق عليهم، لأن ما بأيديهم من أموال لا يملكونها، كل ما بيدي من مال هذا مش بتاعه، ولو أراد أن يتوب إلى الله عز وجل لتخلص من كل أموال هذه التي أخذها ظلما وغصبا. يبقى هذا فقير في النهاية يحتاج إلى صدقة المتصدقين وإحسان المحسنين. الإخوة الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم.